عقد الجهاز الوطني للإيرادات عددا من ورش العمل للمعنيين في قطاع التشييد، وذلك ضمن البرنامج المكثف لورش العمل التي ينظمها الجهاز بهدف التعريف بكافة الآليات والجوانب الفنية والتنظيمية للقيمة المضافة، والذي يهدف للإسهام في التطبيق السليم لها. ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار حرص الجهاز الوطني للإيرادات على تحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة، واهتمامه بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالقيمة المضافة. وأكد الجهاز الوطني للإيرادات استمراره في تنفيذ البرنامج المكثف الذي أطلقه في بداية شهر ديسمبر الماضي قبيل البدء بتطبيق القيمة المضافة، من خلال عقده سلسلة من ورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة. وقد قام المعنيون في الجهاز الوطني للإيرادات خلال ورش العمل الثلاث التي عقدها اليوم بإطلاع 146 ممثلا عن 75 شركة من شركات مختصة بالتشييد على كافة الجوانب المتعلقة بالقيمة المضافة، خاصة ما يختص بقطاع التشييد والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتطبيق الفعلي للقيمة المضافة، إلى جانب تقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية خلال المرحلة التجريبية من تطبيق القيمة المضافة. ونوه الجهاز الوطني للإيرادات بمدى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المرحلة التجريبية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة لأغراض القيمة المضافة والجوانب الفنية والإجرائية.